ماء. أريد قطرة ماء. أعطني ماء. ألا يجب أن نسقيه؟ أتريد أن تكون مكانه؟ ألم تسمع سيد القوم بما وصانا؟ بما تتحدثان؟ لا لا شيء يا سيدي، لا شيء. أعطني قطرة ماء. اسقيه قطرة ماء. أمرك يا سيدي. شكرا لك يا سيد القوم. إياك أن تغفل عنه. أمرك يا سيدي. أنا طلبتك وحدك يا سالم. تريدني أن أترك ابنتي وحدها في هذا الليل؟ إنها في حمى الحارث، أم نسيت هذا؟ لا لم أنسى ولن أنسى، كيف أنسى؟ المهم، هل فكرت بالأمر؟ أنا على موقفي يا سيد القوم. وتعلم ما العاقبة يا سالم؟ حتى لو قتلتني قلت لك يا سيد القوم، فلن أجبر ابنتي على إنسان لا تريده، ولن أرضى أن يجبرها أحد ما دمت حيا. اطمئن يا سالم، ستبقى حيا، لكني سأجعلك تموت في كل يوم 1000 مرة. افعل ما بدا لك يا سيد القوم، فأنا لم أقم بفعل مشين. أنا أدافع عن شرفي وكرامة ابنتي، والتي هي كرامتي وكرامة كل رجل شريف. حسنا، قل لي يا سالم، ماذا تطلب مهرا لنوار؟ سأدفع 10 أضعاف ما تطلب. حتى لو دفعت 1000 ضعف، فإذا لم توافق نوار وعن طيب خاطر، فإنها لن تكون لك. يبدو أنه لا فائدة منك، ولا تستحق هذه المعاملة الطيبة. عد من حيث أتيت. هيا أدهم، خذهما. ألم تنم بعده يا ولدي؟ أحبك يا أمة. نم الآن واجعل حبك في الليل لنوار. أحبك ليل نهار وسأبقى أحبك حتى أموت. ماذا جرى لعقلك الآن؟ أخبرني وضاح بما حدث. أحبب أخاك إذن، فهو يريد صالحك ولو كلفه ذلك حياته. أعرف هذا. ألا يشبه جدي؟ وله قلب من حديد مثله؟ بلى. وأنا أشبه أمي. كفى ثرثرة ونم الآن. لن أنام قبل أن توافقي وتباركي لي. لماذا؟ وافق عمي أن يخطب لي نوار من الحارث، ولن أوافق حتى توافقي أنت. سأذهب معه لأجلك إن أحببت. بقي وضاح. وأنا موافق. تصبح على خير. هيا اذهبا. أيها الحارس. ماذا تريد؟ اقترب. اسمع، إذا فككت وثاقي فسأعطيك كل ما أملك من مال، وهو ليس بقليل. ماذا يريد منك؟ تعال واسمع بأذنيك.
اسمعا أنتما الاثنين، إن لدي من المال ما يضمن لكما حياة رغيدة خارج هذه القبيلة، فماذا قلتما؟ انسى هذا الموضوع نهائيا، فلا أحد يبيع أهله وقبيلته مقابل مال الدنيا بأكملها. أغبياء أغبياء. قف مكانك. ولكن يا أبي، لم أفهم لما هذا التعنت في موقف سالم. ليس موقف سالم يا ولدي، بل هي نوار. نوار هي التي لا تريدك ولا تحبك. وهل ستجد بين الرجال من هو أفضل مني يا أبي؟ لا يا ولدي، لا، ليس هناك من هو أفضل منك، لا. لكن قل لي يا أدهم، لماذا تريدها هي بالذات؟ هل تحبها يا أدهم؟ أنها مسألة عند وتحدي. قل لي بصدق يا أدهم. لا أعلم يا أبي. اسمع يا أدهم، أنا أعرف كل شيء، وقد وافقتك الرأي فقط لأن سالم تصرف على هواه، وكأنه لا يوجد كبير في هذه القبيلة. خرج من القبيلة بعد أن فعل فعلته التي كادت أن تودي بحياتك. ثم لا تنسى يا أبي أنه لم يستقر في قبيلة البكري، بل رحل عنهم بعد مدة. رحل عنهم لأنه رجل عفيف النفس، ولا يريد أن يكون سبباً في أي مشكلة. بالأمر يا أبي، أراك قد غيرت رأيك. إنها مسألة زمن فقط، وفي النهاية لا بد أن ترضخ نوار وتوافق. ثم لا تنسى يا أبي أن سالم وعد بها حماد بن البكري. وهذه مشكلة ثانية يا بني، فقد يأتي عاصم البكري في أي لحظة ليخطب نوار. ماذا أقول له؟ أنت مكاني يا وضاح أيثما أعود. لا أحد يملأ المكان غيرك يا سيد القوم. بارك الله بك يا بني، أريدك أن تسير أمور القبيلة بالحكمة التي عهدتك بها. كن مطمئنا، ولو أني كنت أتمنى أن أكون معكم حتى أشارك حمادة فرحته. وأنا أيضا، ولكن لا يجوز أن تترك القبيلة دون كبير يا بني. رزوان. نعم. كوني اليد التي تساعده يا بني. أمرك يا أبي. والآن إلى اللقاء. رفقتكم السلامة. مع السلامة. هل تريد شيئاً يا سيدي؟ أريد أن أزوجك يا غزوان. وأنا أيضاً. أنت ماذا؟ أريد أن أزوجك يا وضاح، يا ابن العم. ما رأيك يا هدباء؟ أنت لا تكف عن المزاح أبداً؟ حسناً، سأكف عن المزاح. تفضل إلى مجلسك يا ابن العم. لا يا غزوان، هذا مجلس سيد القوم، ولن يجلس به أحد وهو حي يرزق. أنا في بيتي، إذا احتجتما إلى شيء فأخبراني. لكنك في مكان سيد القوم إلى أن يعود، هو الذي طلب منك ذلك. أعلم هذا يا ابنة العم، وأرجو ألا تطول غيبته. لكن المجلس للجميع، افرض أنه جاءنا ضيف أو حدث شيء لا سمح الله.
حسنا، اقتنعت بكلامكما. اقتنعت بكلامنا. هيا تفضل الى المجلس، وانت احضري لنا بعض الطعام، واياك ان تغادري مخدعك. امرك يا اخي الصغير. هيا. هل سيترك ذؤيب على هذه الحال كثيرا يا وضاح؟ لا اعلم يا غزوان، فهذا امر يرجع الى سيد القبيله. ولكنه بقي دون طعام او شراب منذ البارحه، وهذا لا يجوز. ماذا تقصد؟ لا اعلم. حسنا يا غزوان، فك وثاقه واحضره الى هنا وقدم له بعض الطعام والشراب، ولكن كن حذرا، وليبقى الحرس على أهبة الاستعداد. ولكن ماذا إذا علم أبي بالموضوع؟ هو لم يقل شيئا بخصوص ذؤيب، وهذا يعني أنه ترك لي حرية التصرف فيما أراه مناسبا. ولكن من حق ذؤيب أن يأكل ويشرب طالما لم يصدر حكم سيد القبيلة فيه. معك حق. لقد نالت نوار ما كانت تتمنى. العقبة لك يا سيدتي. يبدو أن هذا لن يحصل يا ميمونة. لماذا يا سيدتي؟ لقد انتهت مشاكل القبيلة، وانكشف المجرم وبانت جرائمه، ولم يعد هناك من مبرر تأخر وضاح في التقدم إليك. لا أدري، ولكني أحس أن هناك تغيرا ما قد حصل، ولا أعرف ما هو. أنت تتوهمين يا سيدتي، فوضاح لن يجد أفضل منك بين بنات العرب قاطبة، وأعلم أنه يحبك. يبدو أنني أنا التي أتسرع في هذا الموضوع. أظن أنه إذا عاد سيد القبيلة بالأخبار المفرحة من قبيلة الحارس، وتمت خطبة حماد على نوار، فإنه لن يطول الوقت حتى يتقدم وضاح لخطبتك. ميمونة، احضري لي فرسي، سأسبقك. يا غلام، يا غلام. نعم يا سيدي. ارفع الطعام. هل تريد شيئا آخر يا ذؤيب؟ اقتلني ولكن لا تعدني إلى المربط. هذا أمر يخص سيد القبيلة، والآن أريدك أن تصدقني القول يا ذؤيب. هل لك علاقة بالحريق الذي حصل في القبيلة؟ حسنا، دعنا من الحريق الآن. من أين أتيت بالجوادين؟ هل اشتريتهما فعلا؟ أم أن الذي سرقهما واحد من جماعتك؟ أجبني يا ذؤيب. اسمع يا ذؤيب، لقد قتلت كليبا، وهذه وحدها كافية لقتلك. ولا تظن أن سرقة الجوادين ستضيف شيئا كبيرا لجريمتك. أنت من دبر الحريق، وأنت من قبض على ثعلبة. أتذكر ثعلبة يا ذؤيب؟ أنت تذكره جيدا لأنه واحد من رجالك، ورجالك قطعوا الطريق على وضاح وحماد، وسرقوا جواديهما ليؤخروا وصولهما إلى القبيلة.
وبذلك تكون الساحة خالية لك ولشرورك. أليس هذا صحيحا؟ أعيدوني إلى المربط، أعيدوني إلى المربط. أعيدوه إلى مكانه. قد شرحت الموقف وكأنك تعرف أدق التفاصيل يا غزوان. ولما هذه الدهشة وهذا الاستغراب؟ فإذا ربطت ما حدث ليلة الحريق مع ما حدث معك أنت وحماد تصل إلى هذه النتيجة حتما. ثم إن ذؤيبا ظهر كفارس للقبيلة بقبضه على ثعلبة، ومن ثم أفرج عنه، بل ربما كفأ. لقد نضجت يا غزوان، ويمكن الاعتماد عليك في كل شيء. أنا لم أنضج فقط يا وضاح، بل استويت. دعنا من ذؤيب الآن وقل لي، ما الذي يؤخرك عن الخطبة والزواج؟ ما رأيك أن نرتاح قليلا يا عم؟ أنت من تقول هذا يا حماد؟ أنا أعلم أنك لو استطعت أن تطير إلى نوار لطرت إليها فورا، ثم إنني ما زلت أملك من القوة ما يسمح لي أن أتابع السير إلى قبيلة الحارث وهي ليست بعيدة. أمدك الله بالقوة يا سيد القوم. هيا تابعوا أيها الفرسان. تنام قليلا يا أبي، فأنت لم تذق طعم النوم منذ البارحة. لا تقلقي علي ابنتي، لا تقلقي، ما زلت حيا. كنت أتلهف شوقا للعودة إلى ديارنا، لم يخطر ببالي أن هذا إنه قدرنا يا ابنتي، ولا مفر من قضاء الله وقدره. ونعم بالله، ولكن كيف صدقنا أدهم ونحن نعرف من هو؟ لقد كان يتحدث كمن ثاب إلى رشده، كمن تاب إلى ربه. لمست الصدق في حديثه فصدقته، لم أكن أعرف أنه كالحية المخادعة. ماذا يفيد الندم الآن؟ يجب أن أقبل بالزواج منه يا أبي. لا لا يا ابنتي، إن الإنسان لا يعيش إلا مرة واحدة، ولذلك يجب أن يعيش موفور الكرامة مرفوع الرأس، وإلا فالموت أفضل له. ولكن يا أبي. كفى يا نوار، كفى. أريد سماع هذا الحديث مرة أخرى، فهمتي؟ ثم إن الحارث ليس أفضل منا، إذا كان هو رجلاً فنحن رجال أيضاً. ثم إن الرأس لا يقطعها إلا من خلقها، فليفعل ما بدا له، ولن تكوني إلا لحماد بإذن الله. أهلا بك يا أبي. أهلا يا بني. البارحة لم تنام يا ولدي، لماذا؟ لا شيء يا أبي، كنت أفكر بعاصم البكري. إذا جاء يخطب نوار فماذا سنقول له؟
اطمئن يا أدهم، نوار لن تكون إلا لك، وهذا وعد وعد علي. إلى أين يا ابن العم؟ إلى المراعي. هل تريد شيئا؟ هل تريد أن أرافقك؟ لا، ابقى أنت هنا وأنا لن أتأخر. حسنا، كما تريد. ودي الفرس إلى الماء يا ميمونة. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ تحبين أن أعود؟ أنت في مكان سيد القوم ولا يجوز أن... ليس هناك ما هو أخطر مما جئت إليك بصدده. أفصح إذن. هل كان ذؤيب يحبك؟ وما أدراني؟ لا يدري أحد بذلك سواك. أتتهمني يا وضاح؟ أريدك واضحة كصفحة الماء. إذا كان يحبني فذاك شأنه وحده ولا دخل لي به. وأنا؟ هذا شأني أنا. وأنت أيضا يا هباء. ماذا؟ أنت شأني أنا. احمي أبنائي يا رب، واجعل الفرح يعم هذا البيت وكل بيت يا رب. أيها الحارس، هل فكرتما بالأمر؟ أي أمر؟ أن تعيشا في رغد خارج هذه القبيلة. فقط فك وثاقي، لكن ليس الآن بل في آخر الليل. اخرس غبي غبي. وأنت، ألا تريد المال؟ حسنا، إلى اللقاء يا هباء. إلى اللقاء يا ابن العم. ماذا وجدت يا سيدتي؟ بماذا يا ميمونة؟ بما قلته لي منذ قليل. أتصور إنه كله أوهام، فوضاح ماذا لوضاح؟ أنت خبيثة يا ميمونة. هيا فلنعد إلى القبيلة، لقد تأخرنا كثيرا. هيا يا سيدتي، جعل الله أيامك فرحا ومرحا. أهلا بك يا أبا غزوان في ديارنا، بل في ديارك. أهلا بك يا أبا أدهم، لقد قمت بعمل كريم.
حين أسكنت سالم في ديارك، وهذا دين لك في أعناقنا إلى الأبد. أنا لم أفعل إلا ما رأيته صوابا يا أبا أدم. ثم إن سالم رجل يفخر المرء بمعرفته، لشهامته ونبله وطيب أصله ومنبته وفرعه. إلا أنني عاتب عليه لأنه لم يخبرني لماذا ترك قبيلتكم، هذا أولا، وثانيا لأنه غادرنا دون أن يعلمني بذلك، ولا ندري لذلك سببا، وأنا لم أعرف قصته على حقيقتها إلا عندما جاءنا الأدهم وأخبرنا بكامل تفاصيلها. إنه القدر يا أبا غزوان، وكل إنسان يخطئ. هذا صحيح، ولكن أين ذلك العجوز الشهم الذي غادرنا وشغلنا عليه؟ ما الأمر يا أبا أدهم؟ لقد بدأ القلق يتسلل إلى نفسي. تتناولون الطعام أولاً ثم ترتاحون من عناء السفر، وبعدها نتحدث بالأمر. لا 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 لا، أريد أن أرى سالم أولاً. أهو شرط أم محبة بسالم؟ بل محبة بسالم. أعذرني يا أبا غزوان، فأنا أكره أن أقولها. ما الأمر يا أبا أدهم؟ إن سالم لا يريد أن يراك. لن تفرح بها يا حماد. ولكن لماذا؟ لم يخبرني بشيء، فأنت تعرف سالم وتعرف شهامته، لكن يبدو أنه لقي ما أزعجه أثناء إقامته في قبيلتكم، لذلك رحل دون أن يخبر أحدا، وأوصاني أن أقول لك إنه لا يريد أن يراك، وإنه سينسى أنه نزل يوما في دياركم، وعليكم أنتم أن تنسوه. ماذا تقول؟ كما سمعت يا أبا غزوان. هكذا إذن. هيا بنا يا رجال. تتناولون الطعام أولا يا أبا غزوان ثم ترتاحون من عناء السفر. لقد وصلنا حقنا كاملا يا أبا أدهم. أدهم، كن في وداعهم. أمرك يا أبي. رافقتك السلامة يا أبا غزوان. وأنت يا حماد، الله يعوضك عن نوار. خيرا إن شاء الله. أراك تشحذ سيفك يا غزوان. على المرء أن يكون جاهزا لأي شيء وبأية لحظة يا هدباء. هذا صحيح. وما سر هذه الابتسامة التي تعلو محياك؟ أين كنت؟ لا أبدا، ذهبت وميمونة إلى عين الماء. ودون علمي يا ابنة سيد القوم؟ وماذا سيضيف إن أنا أعلمتك أم لا؟ تعنين أن وجودي وعدمه واحد، هل أنت مسؤولة عن كلامك؟ لا يا مولاي أرجوك. اطمئني يا هدباء، فكل الأمور تسير على ما يرام. عن أي شيء تتحدث؟ لقد تحدثت مع وضاح اليوم. وبماذا تحدثت؟ بأمور كثيرة، ولكن كنت أنت محورها الأساسي. ومتى كان ذلك؟ في غيابك طبعاً.
قد غادر عاصم البكري يا أبي. نعم يا ابنتي، لقد غادر عاصم ورجاله، وقطع الحارث عنا آخر خيط أمل كنا نتعلق به. لماذا لم يدعك ترى عاصم البكري يا أبي؟ لأنه يعلم أن عاصم لن يسكت عن أفعاله الدنيئة لو علم بها. الله وحده يعلم ما حدث. لاحظت الغضب والانزعاج على وجوه الفرسان وهم يغادرون. حماد أوفى بوعده ونحن لم نستطع الوفاء بوعده. لينتقم الله ممن كان السبب. هؤلاء الحراس الذين يحيطون بنا ويمنعون عنا حتى الهواء. طفح الكيل أيها الحارف. اهدأ يا أبي، اهدأ أرجوك. ألم ترى ماذا فعل الحراس عندما نويت الخروج لملاقاة عاصم؟ نعم، كان يجب أن أخرج لهم ولو قتلوني. لا يا أبي، نحن لا نريد أن تنشب حرب بسببنا بين الحارث وعاصم البكري. أجل يا نوار، ولكن أعدك أن نهاية الحارث وابنه الأدم ستكون على يدي أتين. أعدك بذلك. أدرك سالما يا سيد القوم. من أنت أيها الفارس؟ أنا من قبيلة الحارث. وماذا وراءك؟ إن سالم وابنته سجينان لدى الحارث. ماذا تقول يا رجل؟ كما سمعت يا أخي، إنهم يضعون حراسا يحيطون بخيمة سالم. ولكن كيف علمت أنت بذلك؟ لقد أخبرني أحد الحراس بذلك. وماذا تجني أنت من وراء ذلك؟ سامحك الله يا سيد القوم، لست أنا إلا ناصرا لمظلوم. وكيف عرفت أنني سيد القوم وأنني عاصم؟ لقد علمت من سالم أنك آت لخطبة نوار. الويل لك أيها الحارث، الويل لك أنت وابنك. انتظر يا صاصة. دعني يا سيد القوم، فإن دمي بدأ يغلي في عروقي. انتظر يا بني، فلكل مشكلة حل. أريد أولا أن نتأكد من صدق أقوالك أيها الفارس. إني أضع نفسي رهن إشارتك، مرني ولا أضيع. بارك الله بك يا بني، لا نريد منك أكثر من هذا. لا تتعجل يا أدهم، فلا بد لسالم أن يلين. أخشى أن يطول انتظارنا يا أبي. لقد رحل عاصم البكري وحماد كما قدموا، وهذا يعني أنه لن يعود أبدا، ونوار ستفقد الأمل بحماد رغما عنها، وعندها سنقيم الأفراح والليالي الملاح يا أدهم. عندها يا نوار ستعرفين من هو أدهم، وستندمين على كل لحظة عشتها وعلى كل كلمة قلتها بحقي. أنا لن أتزوجك حبا بك يا نوار، لا أبدا، بل لأكسر أنفك وأصغر رأسك الكبير وأقمع عنادك. أدهم. نعم يا أبي. أين وصلت يا بني؟ أنا هنا يا أبي. إن الأمر يحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار، أصبح لزاما علينا إنقاذ سالم وابنته، فماذا ترون في هذا يا رجال؟ وهل هناك غير القتال يا سيد القوم؟ لا يا بني، لا نريد إراقة الدماء، هدفنا إنقاذ سالم وابنته وليس محاربة الحارث وقبيلته. بارك الله بك يا سيد القوم، وسأكون معينا لكم بإذن الله. بارك الله بك يا بني، ولكن لم تقل لي ما اسمك. اسمي الأشهب، وأنا قريب سالم. ولهذا كنت ملهوفا للحاق بنا وإخبارنا؟ هذا صحيح، ثم إن هناك حسابا بيني وبين الحارث وابنه. عندي رأي يا سيد القوم. ما هو يا سليمان؟ لقد أعاد أدهم سالما إلى القبيلة بالمكر والدهاء، ويجب أن أرد عليه بالأسلوب نفسه. ولكن كيف؟ سأقول لك يا سيد القوم.
ما هذا يا أمه؟ هذا ما لا شأن لك به أبدا. أين كان كل هذا؟ إنه ليس بثروة أو بكنز، ولكنه بعض من المجوهرات التي دقت من معدن خفيف كان أهلي يصنعونها بأيديهم. فلا تطمع ولا تأخذك الظنون بعيدا. أنا غير طامع إلا بمعرفة الحقيقة يا أمه. هدايا من أبيك. أحجار غريبة. هذا نسميه حجر الحظ، وهذا حجر القمر، وهذا حجر نسميه الرتيمة. رتيمة؟ رتيمة، أجل. كنا إذا سافر أحدنا جعل من هذه الرتيمة مستودعا لأسرارنا. تلك كانت عادة من عادات أهلي وعشيرتي. إذا أحبت فتاة شابا في القبيلة جعلت من هذه الرتيمة شاهدا عليها عند عودته، فإذا عاد ولم يجده في مكانه المتفق عليه مات سرهما مع الرتيمة. وإذا عاد ووجده في مكانه؟ هذا يعني أنها ما زالت على العهد وما عليه سوى طلبها من أهلها. حسنا، ومن الذي أوصل هذا إليك؟ هدايا من أبيك، جعلها مرة أمام باب خيمتنا ثم رحل. إنها كنز حقيقي يا أمه، ولكنه لا يباع ولا يشترى. المال يملأ كل ما فينا يا وضاح، ولكنه أبدا لا يملأ قلوبنا حتى ولو جمعت له مال قارون. معادن رخيصة تملأ القلب دون ذهب العالم كله. وأنت يا أشهب، أبلغ سالم بما اتفقنا عليه، وقل له أن يكون جاهزا في الوقت المحدد، ولا تنسى أن تبلغه سلامي أيضا. يصل إن شاء الله. والآن أستأذرك الرحيل يا سيد القوم. في رعاية الله يا بني. ما قولك في هذا يا سليمان؟ إنها مخاطرة كبيرة يا سيد القوم. صحيح أنها مخاطرة، ولكن لا بد منها. والآن يجب أن نعود إلى القبيلة بسرعة كي نخطط للأمر. كن مطمئنا يا سيد القوم، سننفذ المهمة على أكمل وجه إن شاء الله. هيا يا رجال. كل هذا بسببك يا هدباء، لقد قتلت كرمة لعينيك، وهذا هو حالي الآن. ولو كتبت لي سلامة فستكونين لي ولو بعد 100 عام. إلى متى سيبقى مقيدا هكذا يا سيدتي؟ إلى أن يأخذ الله أمانته، فهو يستحق أكثر من هذا جزاء ما فعله في هذه القبيلة. لقد عاد سيد القبيلة يا سيدتي. عندما تفهم القبيلة وأسيادها قيمة هذه الرتيمة ستفهم قيمة حاملها. من تقصدين يا أمه؟ اجعل هذه الرتيمة أمانة في عنق من تحب، فإذا رأت فيها قيمتك فهي تستحقك. وإذا لم ترى فيها قيمتي؟ سترها يا بني، سترها. اجعل فقط هذه الرتيمة سرا بينكما وانتظر النتيجة. Thank you.
ست مساء يا سالم. أهلا بك يا سيد القوم. كيف حال العروس؟ بخير. ما هذا؟ أرى الطعام كما هو. لماذا لم تتناول الطعام يا سالم؟ ليست لنا رغبة بالطعام. ليست لكم رغبة بالطعام أم لأنه طعامي؟ أنت قلت هذا. أيها الحرس. نعم يا سيدي. ارفع هذا الطعام من هنا وتناوله أنت وزملائك. أمرك يا سيدي. وبعد يا سالم. وماذا بعد؟ لا شيء. لا شيء. أبعد على ما أنت عليه. أتعلم يا سالم أنه يمكنني أن أقتلك وابنتك بتهمة قتل أدهم؟ لكن لا، لا، لن أفعل. سأوقيك كما أنت لكي تموت في اليوم آلاف المرات. اسمح لي يا عماه أن أكون مع المجموعة الأولى. لا يا حماد، ستفسد الأمر بعاطفتك وانفعالك. أنت ستبقى مع المجموعة الثانية بانتظار وصوله. ومتى سيتم ذلك يا عماه؟ الليلة يا وضاح. اسمح لي أن أكون معهم يا أبي، فبعد الذي سمعت صرت في شوق لأن أفعل شيئا. إنها مهمة سهلة يا غزوان، وهذا الأمر لا يحتاج إلى هذا العدد كله. ثم إن القبيلة بحاجة إلى من يحميها في غيابنا يا غزوان. هذا صحيح. غزوان؟ نعم. اذهب وأبلغ باقي فرسان القبيلة كي يكونوا على أهبة الاستعداد التام. لك ذلك. والآن أريد من فرسان المجموعة الأولى أن يبقوا هنا فقط، أما الباقي فليذهبوا كي يستعدوا للانطلاق قبل الغروب. أمرك يا عم. تفرق. ستكون المجموعة الأولى بقيادتك أنت يا وضاح. ستدخلون القبيلة راجلين، وسيكون الأشهب بانتظاركم، وكما قال فإنه سيتفق مع الحراس كي يسهلوا دخولكم إليها مقابل مبلغ من المال تأخذه معك يا بني. كما تريد يا عماه. هل من سؤال أو استفسار أو توضيح؟ كل شيء واضح يا سيد القوم، وسيتم كل شيء بنجاح إن شاء الله. إن شاء الله. والآن انطلقوا على بركة الله. بورك بكم جميعا. انطلقوا. سأجعلها أمانة في عنقي يا وضاح. وإن لم أجدها؟ سيغيب أثري معها يا ابن العم.
وإن سألك يا أبوك عنها فليسأل. لكنها زينة لا تليق بك بنظري. لست مهتمة بسؤال من يراها في عنقي بقدر اهتمامي بما أحمل. هدباء، لن أثقل عنقك بما هو أصلب منها، ولو حملت لك كنوز الدنيا لما التمعت عينيك كالتماعها الآن. أليست سرا منك؟ بل هي سر من أبي. وهي لنا الآن، فاذهب وكن مطمئنا، السر لن يشاع إلا بزينة واحتفال. كما أوصيتكم لا أريد إراقة للدماء، هيا انطلقوا على بركة الله يا أولادي. وماذا بشأن ذؤيب يا أبي؟ اذهبوا أنتم يا أشهب وأنا سأشغلهم، ريثما تبتعدون عن القبيلة والحق بكم. أنا سأبقى معك. هيا عم سالم، هيا بسرعة، لا تخف علي أشهب، هيا أمن لهم الطريق. لكننا لم نخطئ البيت، ولقد وجدنا فيه ما يغنينا عن ذلك. وماذا تسمي حجزك لحرية سالم؟ أجب يا أدهم، أجب أيها التائب الذي جاء إلينا يطلب المغفرة عما اقترف من ذنوب. ثم أخبرني الآن، أين وضاح؟ أين وضاح؟ أين وضاح يا فرسان؟ أجبوني، أجبوني كلكم، أين وضاح؟